فيعمر المغرب يرجع خاوي بالقفة. يا حكومة البؤسي، يا وجوه البؤسي، اللهم فلوس الادسنس ولا فلوس اخنوش. واش كاين شي اصلاح المغرب المستوفى في صحه في شي تعليم؟ علم كيكذب هذا دابا؟ واش ما كتحشمش؟ واش ما كتعرقش؟ واش ما كتحشمش؟ واش انا نقول لك ما الله دابا شفت هذا الفيديو، اعوذ بالله من الشيطان، واش ما كتحشمش؟ هذه ماشي حكومه، ما كتحترمكمش، ماشي لغه. توجهوا بلجان تقصي الحقائق في هذا الشيء ديال المحروقات. خوتي المغاربه مرحبا بكم. واحد السيد اسمه السعد الحسن، الحسن السعدي، شفتو في واحد الحوار مع الزميل بلهيسي، كيقول لك هما زوينين كحكومه، خدامين مزيان، هما كيواجهوا جوج تيار في جوج الناس، مالي الادسنس ومالي اليوتيوب. قال لك مالي الادسنس ومالي اليوتيوب، وقال لك كيواجهوا واحد المعارضه فاشله سوخه خاوي، اما مع الشعب المغربي فرا الامور مزيانه، واي حاجه نايضه عليهم دابا فاصلها هاد الجوج.